خير الزاق يا كريم يا الله يا الله. عشان تتوسخ فيها مثل ما تشتي. صخر صخر بن ناصر المناوري. امير جنن خلاص ما بش حاجة تبطوه ولا يوقف عند حده. كان عكتلنا على واحد واحد. ياي سكوت ولا خرجت بعد امك؟ خشي عرفتوا أنه كان أمير؟ للأسف لا. إحنا كيف صدقنا واحد مثل أمير ما يعرف لا القرية ولا أهله وإنه بيتفاهم معاهم؟ أنا لازم أقتلها اليوم قبل بكرة. إيه. صخر أمير أمير صخر. إيش معك جالس تلاحق بعد أمير؟ ما يكفي أبوه ترجع تلاحق بعد عياله؟ حسبكم الله يا رياحنا حسبكم الله. مغلق إلا السد والناس يموتوا عطاش. أمانة إن مرتك مسترجلة أكثر منك. فعلاً ما كذبوش. نخليتني وجه أخرج به بين القرية. ها ها أميري والله رحترك يا صاح والله رحترك واشرب من دبك يا صاح. قد انت مبكرات
صباح الخير يا سلمى، انت اللي مبكره اليوم، احنا هكذا كل يوم. كيف انت يا راويه؟ قد لنا خيرات من بسرتش. امي فاقده ليش قوي، الزواج شلتش علينا. يوم فديتها عدا حاكي بشير خليني اجي عندكم. والله قد انا فاقده لها وفاقده الريحانه، فاقده العمه. عاد ايش تلعبي لهذا الحين؟ والله يا بنات ما انا مصدقه انها تزوجت للان. يلا هذا انا بسير الدين. الله معش. يوه راويه راويه مالش راويه، البنت شكلها مدوخه. مجلسها انا راويه. روحيني البيت. حاضر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا. جميل هذا البقاع. هذا فضة وشغل يدوي. وفي عندي أشكال تانية إذا عندك. ممكن أشوفها؟ شوف هذا الشكل. لا تبكي هكذا يا راوية. قولي لي ما هو اللي بيوجعش؟ أنا تعبت، أحس بضيق، ما عادش أجلس هنا ولا أشوف على شيء. ليش؟ ما نزعلش أو غثاش؟ منك، من كل شيء. أنا ما فعلت لي شيء يا راوي، وأنتي دارين قد ما نفعل جهدي علشان أرضيش وأريعش. ولا فعلت شيء، أصدق هذه ما عادش عيشة، أحس إن كل شيء فوق راسي. ما عاد أقدرش أرقد، ما عاد أقدرش أتنفس، أتمنى يجي اليوم الثاني ما عاد أصحيش. خلاص، ولا ليش إلا اللي يرضيش، أهم شيء عندي عافيتش. مش ايش اجلس انا؟ كان انت ايش تصيري؟ ايش يصير عن جدك؟ ايش ترتاح؟ ليش جيت الشاي انت؟ ويني مرتك؟ تعبه ما قدرتش تفعل شيء. بنات هذه الايام دلوعات. هي خاطرك شمشي. يعني خلاص قررتي؟ ايوه. طيب الله مش بس بلغيني اول ما توصلي. تمام. وانت يا بي الله مع السلامة. الله يفتح عليك. مرتك تياه للعمل مريضة ولا الخرجة الأولى؟ هذه صغيرة يا بي. صغيرة ما؟ ما بالله حظك تعيس ساعة أبوك ولا صبرت للمرة يا بي. لازم نصبر عليها، إذا ما صبرناش عليها من عيصبر عليها. وانت داري اني لا عد معها لا اب ولا ام، والمسؤوليه كبيره عليها. الله يكتب اجرك. الله يرحم الشمه ويغفر لك. معلش يما ما بتفعلي، يكفي. ليش انتي قاسية على نفسك هكذا؟ بسيدش كيف قديمة محرقة يا بنتي؟ قلت اكويها علشان تفتهر. انا بتصل لخالي بزج الان المستوصف. لا متى بتجلسي هكذا؟ لا 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 تتصلي، لا تتصلي ولا تقلقي يا بنتي، الذي فيه مكفئه. بعدين كدي بخير خلاص اشفي هذا هي تمام. ولا تقلقيش عليا، امش قوية وهي حاجة بسيطة. راوية إلا صدق ما عادش تزوجيش ولا شيء، قلت أنا ضابحة وغافية. هذه عين صابتش يا بنتي. على إيش؟ العين علينا حق يا بنتي. أنا تاعبة يما، تاعبة من كل شيء ولا شيء من هذه الدنيا قدر أضايقة. يا لطيف، وكم لش بهذا الغفاء؟ مدري
راوية انت واحمة واحمة يا بنتي. ماذا الحين خلاص قدري جدة نش ولبنش. قولي لي يا راوية ما بنفسش ما فعلش مدري يا بنتي خلاص هتتعودي شويها وشويها وترجعي تأكلي وتشربي وتحبي زوجش. أنا كنت مثل النحلة كان علي البيت هذا كله وفعل لي تعتيه حرضة عصيد بينها زو وأكلها ويجي الولد الأول وذا يو الله يعينش يا بنتي وديلش الدرية صح. فك فك الدرية فك أين صح يا صح صح الوجه لنا أنت رجال هذه مش رجالة يا صاح لو انت رجال واجهني فك فك يا صاح اخرج لي لو انت رجال تعال غسان ابا قل لي ما فعلوا بكش حاجة انت بخير. ما هذه المصيبة اللي فعلتها يا غسان؟ يرضيك هكذا؟ ما كنت هكذا يا غسان. ما هذا الكلام يا بلدي انت بتقوله؟ ايش اللي انا سويت؟ انت عارف ان احنا مخطوفين؟ وصخر ما يقتلنا الاثنين؟ لو كنت مكاني يا ابو غسان ايش بقى تسوي بالشخص اللي سوابك هكذا؟ سبب لي عاهه مستديمه سرقني كان الشيء يقتلني لكن الله ما اراد. انا فعلا كنت اشتقت لك لكن صخره الكلب هو الذي منعني منك. غسان ما بتقول تعترف قبالي وانا ما صدقت ابو بسامحني حكى لي ما فعلت. قلت مستحيل غسان يمد يده على الرجال الذي كان وافي معانا. غسان ما ترباش انا قادر الان ابلغ عليه واسجنه العين بالعين واحد بواحد. هذا بي الذي وقف جنبك وساعدك وحافظ على اشيائك واموالك اكثر من نفسه وانت ايش جازيته؟ ها ايش جازيته؟ هذا ابو بسام هذا الذي بتحبه وفضلت علي. شوف ايش سوى معك اول ما وقعت وهو كان قادر انه يسفرك ويعالجك ويخليك تمشي من جديد. لكن شوف حالك الان شخص عاجز. انا قادر الان اقتلك وادفنك ولا حد يعرف اين انت. انا متوقع منك اي شيء لأن الأشخاص الذي هم أمثالك ما تهمهم إلا مصلحتهم. لكن أشتا أقول لك حاجة أبي مالش دخل في الموضوع فاهم؟
لو سمحت يا ابو بسام، انا اتحمل عن ولدي كل شيء، خلي ولدي رحله. ابو بسام انت غلطت مع ولدك، ولدك ماشي في طريق فاسد وخطير. عقله عقله يا ابو بسام، مع الموضة نهايتك ونهايته ما تكون بشعة. يا جماعة شكله ما بشع حاب البيت. أم صخر تتصل. لا ترجع عليها، هي تشيس على صخر. ما أحد موجود، صخر وغسان مختفيين، لا في الورشة ولا في البيت، حتى أبو غسان مش موجود. ها صخر فينك؟ جالسين ندور عليك. هذه امه. اول ما عرفت الخبر كلمتك يا خاله. خلخلوا عظامك، فلتوا لابني الذي ما فلتكم. الحمد لله يا خال، الله ستر ولطاف. يا كلاب يا حيوانات، انتوا الذي جرجرتوا ابني لهذا كله. ايش من يرجعكم للسجن؟ ما يرجعنينا. يلا خرجوا خرجوا من هنا، خرجت ارواحكم، لا عاد ازيد اشوف صورتكم هنا. يلا سلمى، معلش متضايقة. تشتي الصدق، أنت غلطان، المفروض أمي تدرى وتعرف إن صخر حيتبرى وحيعمل العملية. الشيء اللي ماشي أنت تداري إنه أمير من نفسه، ما يشتيش أحد يعرف إنه عمل العملية. أمي بالذات لازم تدرى، وأنت تعرف إن العملية خطيرة، لو حصل لواحد منهم شيء ولا شيء. صلي على النبي يا بنتي، كده الباري ستر من عندي، والحمد لله على سلامتهم. الحمد لله ان الله ما سخى علينا وعوضنا وعوض ريحانه. تشتوى الصدق، انا ما كنتش مصدقه ان صخر عيوقف معنا هذه الوقفه، بس ايش تدرى ليش كان معصب وغارق طول الوقت؟ ونفسي اعرف ايش الذي عجبه في اسم صخر. لا تنسيش انه كان في مكان ثاني وبيئه كانت قاسيه جدا عليه، وبعدين هي مسألة وقت، وتعود علينا ونتعود عليه. حتى عندما عرف قصته والضغوطات اللي كانت عليه غير اسمه صخر، وبدأ يتضايق لو حد سماه أمير. الله يحرسه وينجيه من كل شيء ويجمعنا على خير ويلم شملنا صح ما كنا زمان. آمين. أسلب سريحانة إنه ما يقوم صخر، ما رأيش تجي معي؟ حاضر. إيش عادك تشتي مننا بكل وقاحة تجي لهانا؟ معي أمير ابني. يا لطيف يا لطيف، هو الوقاح الذي فيش الصدق وقحة. الله يرحمك يا ناصر، كم حذرني منش ومن حقدش. سرقتي ابني، أما أنت يا جميلة ما بشمعش ابن أمير. ابني غصبا عليكن كلكن، وأنا الذي ربيته لما خليته رجال. جيتن هكذا تشللنا جاهز مجهز، واستغليتن طيبته يتبرع بالكلاب. أنا جيت أنه أكيد ابني يشتمه الذي ربته
وعلمته وتعبت عليه. خيزراء أنا عاد أدخلها بسير ابني برضاش ولا غصبا عنش. ولا كلمة، استحي على نفسك. ما كفاش اللي عملتي؟ سارقة وبوجهش؟ أنت مالك إلا الحبسة والإعدام. حرمتي أم من ابنها وأخوها من أخوهم. أيش من آدمية أنتي؟ إذا ما تخرجيش من هنا الآن عاد نتصل بالشرطة. يلا برا برا. سلمى سلمى عقلي أخوش تعب الآن بعد عملية، خليها تدخل بس. إحنا الآن في مستشفى وما نشتيش مشاكل، وبعدين لنا كلام مع صخر. أميري حبيبي ابني ابني، ليش فعلت بنفسك هكذا؟ قل لي يا ابني ليش؟ والله لو بسرها مرة ثانية شاكلها أكل. يوه الله ينتقم منش يا جماعة، حرقت دمي. الله يحرق دمش من سابع سماء. كان المفروض انك تسكتي من اجل صخر، لا الوقت ولا المكان مناسب للصياح والمحاسبة. هو ذا سكتنا وخرجنا وانا ما فعلت شيء. هذا كله ما فعلتي شيء يا سلمى. عموما الكلام لا يقدم ولا يأخر، والقرار في الاول والاخير بيد صخر، والحساب خلاص قد فات اوانه. خلوا العقاب على الله. خلي بالش الان من ريحانة ومن امي، وانا يوم ما شنزل القرية وان شاء الله ارجع بدري. ليه ما معك؟ السلام عليكم، طمنوني كيف أمير؟ وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا يا عم راجح. أيوة ما كنت معانا، وهذا الثاني ما يشتي. ليش؟ من الأول؟ راجح قلبي ملن منك أيقرح، رحلك من عيالي يكفي، ما قد حصل منك من زمن للآن، يكفيني وزيادة. هيا بنتي هيا نسر لنا هيا. عموما يا عم راجح غرفة صخر على يدك اليمين هنا، تفضل. سلام يا ولدي. الله يسلمك. ما كان عيوق عبي لو حصل لك شيء يا ولدي. هدى بتشوفيني امامك بخير. الحمد لله. لكن ما كان المفروض انك تقرر بنفسك هكذا، يعني تخاطر بحياتك لاجل بنت خيزران. ما بشي مخاطره، ريحان اختي. يا الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. امير كيف حالك؟ والله كنت بخيره لين ما دخلوا بعض الناس في حياتنا. قال يا راجح قد أنا شخطأ. لا تشتي حاجة يا ولدي، أفعل لك شيء تحاكى. روحي شرق عليش مغرب. يلا الله معك. أعوذ بالله من شياطين الإنس والجن. وينهم الشياطين؟ الحمد لله على السلامة يا صخر. كيف حالك؟ كيف صحتك؟ الحمد لله حسن. الحمد لله. كأني شفتك من قبل. هذا راجح صاحب الفرن من أقربائهم بالقرية. يا أخي استحي على نفسك، التفاح حق المريض، وبعدين إذا أخذك بتأكلها على الأقل اغسلها وتأمل فيها. قابتان يوتين أجلس تأمل بيني ومطنن عليه، وهات يا قوانين لما طيران المدرسة. أح يو يا روحي فيني ولا فيش؟ الحمد لله على سلامتها. الله يسلمش يا بنتي. طمنيني يا صفا، كيف عيالي؟ كيف حالتهم؟ يما انا تعبة. عاد ترجعي معانا وعاد تتباخر ان شاء الله. يا خالة طبيعي اني تحس بتعب لان تحس حاجة غريبة داخل جسمها، بس ان شاء الله عاد تعود على هذا الشيء. وعلى فكرة عاد جس عندنا فترة لما تستقر حالتها، في معاها إبرة ضروري تضربها كل شهر، الدكتور رشاد حيكلمكم بالتفاصيل. الله يرضى عليك يا بنتي، قد بنتعبش معانا. الله نستعان على شيخالة، هذا واجب.
اسمعي يا بنتي، اشتي منش حاجة تسيري تطمني لي على صخر وتبصري كيف حالته وتبصري تيه صياد عاد عنده ولا قد خرجت. أمانة هني بترفع لي الضغط. ولا يهمش يا خلا، أسير بصير صياد هذه واجي لعندش. أول مرة افتجع من أمير هكذا وكأنه ناصر المناوري. مش ابني أمير الذي ربيته كبر على يدي. ما طلعش على غريب، طلع على أبوه اللي قاهرني. لا شاورني ولا حاكاني إنه حيتبرع بكليته. هكذا من رأسه فكر وقرر. ولمن يتبرع؟ لبنت خيزران. جميلة، بنت خيزران هي أخته. أي إحنا عقلي تفهمين. وبعدها خلاص رجع لهم ومصيري يرجع مهما خبيتي عنه. أنا قد حكيتش ألف مرة لكن ما رضيت تقتنعي. خفيتيني بالخبر هذا. إنه ما بش معنا غير صخر. ما هوش صخر، هو ابني أمير غصبا عنك وعن كل واحد يعارض. وعدنا شا زوجه وش افرح بعياله. ومن هذا المجنون اللي عاد يقبل يتزوج بواحد ما بش مع مهره إلا البلدجة؟ ابني معلم ومعه ورشة أبوه شفيق. هي ورشة؟ لا أنت ولا ابنش ولا حد معك في الورشة. بعدها أشي أقول لك آخر خسارة حصلت عندي لو ما جبنش للورشة وكسر كل شيء ولا خلى حد السلام. بس أنا سكت وقلت شقدر حالته اللي أنت وصلتي له. كسر حقه وحق أبوه. أي حقه وحق أبوه؟ لا أنت ولا ابنش ولا زوجش معاكم أي حق عندي. في الوقت اللي كنت أدور عليك اختفيت، وكان قد اتخذت بعض الإجراءات، بس قالوا إنك في المستشفى. أمير شفيق أو أمير ناصر؟ أشتشني أكلمك. صخر، صخر المناوري. من قتل أخوك يا صخر؟ تركت الموضوع هذا لكم تبحثوا وتحققوا فيه براحتكم. صخر ملفك مليان، وأعتقد أنه أي خطأ لثاني مرة ما يكونش في صالحك. القانون ما يرحمكش هذا المرة. القانون يحكم الجميع يا فندم، وأنا تحت أمر القانون والدولة. تبين لنا مع البحث والتحري بأنه يحيى انقتل بدافع انتقام شخص، وهذا الشخص لك علاقة فيه من قريب أو من بعيد. إيش المطلوب مني يا فندم؟ المطلوب كشف أسماء باللي كنت تعطيهم الخدمات المدفوعة الأجر وغيرها. أنا ما قدمتش أي خدمات، وموضوع أخي ما لش علاقة بي أبدا. شكلنا التفاهم معاك هيكون صعب. كيف يا ريحانة؟ الحمد لله قدي أحسن. بتسلم عليش وقالت قدي فاقد ليش. حيا بروحي. حيا بأمي، كيف حالش أمي؟ الحمد لله يا ابني، مرتاحة بعافيتكم. الله يحفظك ويطول في عمرك لنا يا أمي. آمين آمين يا ابني. أبشركم صخر تبرع بكليته والحمد لله نجحت العملية. لك الحمد، لك الحمد يا ربي، وسبحانك ما ياخد حاجة إلا الحكمة. كيف يا أمي؟ يا بنتي بعد ما مات يحيى ربي عوضها بصخر بعد السنين هذه كلها طويلة. لكن يحيى ما بيش مثله، كان نعم الصديق ونعم الأخ ونعم الأب، الله يرحمه. حسنها حسنها والله. أنت داري أنا جلست فترة طويلة
وجود كل ما بسرت رجال أقول هذا أبوك محمد، هذا محمد، هذا محمد، هذا محمد. لما ديت الجنان لعمك حميد كان يقول علي مجنونة. ما هو هذا الجنان؟ ما هو هذا الجنان؟ هتلحقي بعد أم ياسين؟ اعقلي يما اعقلي. محمد مات وفلت بعده علوي وراوية، كلهم ماتوا وشبعوا موت يما. النسيان نعمة علينا. عقلي ماتوا عند بعض الناس لكن في قلوب محبيهم لازالوا عايشين. ما استغربتش ان اختك راوياها انا ومفلتها لزوجها. اختك حامل والظاهر اني معي فالة. عتوقع خالي يا مدبر. هذا علشان تفوقوا من العسل اللي انت غارق فيه، وهذا علشان تقطع رجلك وما عاد تتخطى الارض اللي انت فيها، والثالثه انا شعملها في رجلك عشان اجلسك واعوقك في البيت مثل النسوان. قالوا لي ما صدقت، قلت ما يمكن الرياحني يمشي مع بنت في الخفاء. حاشا لله إن زايد يكذب. صدقني يا عم، لو كنت فعلت الطلقة الثالثة كنت هترتاح وتفتن. صدق يحيى الله يرحمه لو ما قال لو كان عمك حميد مش موجود إن الحياة في القرية سلام وأمان. اسمع يا علوي، كلمة حميد تمشي على الكل وأنت أولهم، وكلمتي هي اللي عتمشي. راح لك من المجاورية وراح لك من ابن خيزران هذا الذي ظهر فجأة مثل عزرائيل. عزرائيل لابد ما يجي يوم ويزورك يا عم حميد وينهيك أنت وجيشك. احترم نفسك يا ولد. نسيت مع من بتكلم ولا إيش؟ أنا محترم وأنت أكثر واحد يعرف هذا الشيء. أنا صبرت وسكت كثير كثير. قد كان مثل جميل لكل القرية، منو عاشق لطيفة بنت مبهوت؟ حميد اللي صار يخطبها ورفضوه، لكن حميد ذكي جمع شيوخ القبائل وجمع الرجال وقدم جيهان وزوجوه. مع أن حميد
ما كان شوفي مع أي مخلوق، لكن مع بنت مربوط كان وفي. نسيت ما أقول لك، أنت كنت دائما تقول لي إني طالع لخالي ياسين. أنا طالع لعمي حميد، والعم أقرب من الخال. وبعدها ما قلت للضابط يا أسد؟ ما قلت له، قلت له بكل حاجة كنت أعرفه، وإن الحين ما كانش له عدا خالص. أنا بس السؤال اللي محيرنا، يحيى من أين له الفلوس حق المستشفى؟ أيوة ذكرت، مرة وصلت يحيى لا قدام الصرافة، بس مش عارف إن الرجال حول ولا استلم. ما أعتقدش إن في حد بيحول له، أعرف حالتهم ضعيفة، حتى علوي ما بش معه فلوس. معقول حميد يكون حول له؟ ليش ما له حميد؟ قصة القرية. يحيى كان عزيز نفس، ما يشكش ظروفه لحال، وكان كريم وطيب وقلبه عسل، حتى لما ما عد له حاجته بس. اوف، ايش من ضابط هذا دحوس؟ شكله ما اقتنعش بكلامي، واحتمال يعمل لنا فجأة للسكن ويشل لنا كلنا ويحقق معنا بطريقته. هذا اكيد يا اسد. قل لي متى اشوفك يا كامل وصفات، قل لي متى، قل لي اسمح ظروفك، دورت له بين بندار لحظة ما حد يقدر يتهنى حتى في الحمام. لحظة. ألو، نسيت المفاتيح ولا ايش؟ اسمع يا وحيد، انت بتفتح الباب لأي حد، احتمال يجي ضابط. ايش الشيء يا اخي؟ اشتيك انت واصحابك. حياك الله. الو، دقيقة متعسرة، لحظة من فضلك، لحظة. ساعد الأسرة. توفيق اتصل لي وسألني عليك أنت وغسان. وين اختفى صاحبكم؟ ما هو صاحبي، ما هو صاحبي، سليم وادي معه مربوجي. ما جرى عندك اللون دار عينه؟ ما الحين ما تعرف شنو؟ الظاهر انه حصل له هبشه كبيره، شلبه وسافر سياحه. اول مره ادرى ان خالي يحبني. ما شاء الله، رجعت الورشة مثل ما هي، كأنه ما حصل فيها شيء. بار يا خال النو، قعدت لك عملية دسمة. عند دجمنة وماشي، قالوا عندك فعلت عملية
بعدها خريطك هذا عبد الرق قوي يا ابني. قالوا الخلوالي بتخاف على ايامه؟ قلق علي، خايف علي بعد العمليه وماشي يا ولي. ما قلت ما راح. بني وينك؟ الموضوع كله قدر ربيش، كلهم مربوشين الا وليد حاسبها صح. انه وانت خرجت من المستشفى وقطعت المسافه هذا كلها علشان تقول لنا الكلمتين هذا؟ هاك ما تشتي. اشتي اعرف من هو جابر الرياحي. الغريب هل من مجيب؟ احنا السبب ولا الزمن اصبح غريب؟ صرنا جروح للوقت واحزان السنين، هل باقي روح الكره ولا للخلاف؟ كم حلمي مات فينا ولا غير الحنين، متفرقين حتى من الفرحة نخاف. عمري الخلاص مكان بارود ورصاص، كم من عيون تصرخ لنا علام رضا أولادنا رهن الضياع، وكل يوم نخسر ويجرحنا وداع. علام رضا أولادنا رهن الضياع، وكل يوم نخسر ويجرحنا وداع. تعود الحياة حتى تعود المياه، إلى مغاني النفوس قبل الربا قبل الغروس. والكل نفسه قطيب مثل المحب للحبيب، نفتح طريق القلوب يسقينا سد الغيب.